من اول يوم لغايه النهارده، والنادي الاهلي محطوط تحت ضغط كبير جدا جدا جدا. تخيلوا حضراتكم ان في فرق في الدوري العام المصري غير النادي الاهلي بتقول ان هي مجهده. تخيلوا في فرق، الزمالك بيقول ان هو مجهد، المقاصه بتقول ان هي مجهده، مش عارف مين تاني، الاسماعيلي النهارده بيقول ان هو مجهد، لعب ثلاث اربع مباريات او مباراتين تقريبا او ثلاث مباريات ورا بعض في اربع ايام، كل مباراه كل اربع ايام. تخيلوا حضراتكم ان الفرق بتقول ان هي مجهده. الله، امال النادي الاهلي ده ايه؟ انا مش فاهم والله ما فاهم بجد، انا نفسي حد يفهمني المعادله دي. ان النادي الاهلي من يوم 2/2 لغايه النهارده، او من يوم 1/2 لغايه النهارده، وهو بيلعب كل 72 ساعه مباراه فيهم سفر خارج مصر، كمان مش هقول لكم اللي جوه مصر، خارج مصر، وتقول لك مجهد. احنا لما بنيجي نقول، احنا ساعات بنقول طبعا ان اللعيبه مجهدين طبعا، ولكن ده ما بيبقاش مبرر لاي شيء اكتر من ان هو بيبقى اظهار حقيقه واضحه للجميع ان النادي الاهلي بيلعب كل 72 ساعه بمجموعه لاعبين معينه، وبالتالي اللعيبه دي تعبت، تعبت عندها، تعبانه، ولكن استشفاء جيد، تمرين بيبقى خفيف جدا، والامور كلها بتبقى حاجات بسيطه جدا في التمرين، وبالتالي بتيجي على الماتش اللي بعده بتبقى ماشي بشكل جيد. فانا كل ما اقرا التصريحات دي للناس، طبعا لهم كل الاحترام، كل واحد هو يعني من حقه يقول التصريح اللي هو عايزه، لكن انا بتكلم في من ناحيه النادي الاهلي، من ناحيه النادي الاهلي بقعد اقول الله، يا الناس كلها بتقول ان احنا تعبانين، طب النادي الاهلي ده ايه؟ هو النادي الاهلي ده لعيبته سوبرمان مثلا او لا خالص. لعيبه عندهم مدير فني، عندهم هدف قبل اي شيء، عندهم هدف. هدفهم ان انا ارجع الدوري العام او احافظ على بطوله الدوري العام. وارجع اخد البطوله الافريقيه مره اخرى، هو ده الهدف اللي بيلعبوا عليه. هو ده الهدف اللي هم عايزينه، ما بيفكروش في حاجه تانية. ما بيفكروش في ان هم يعني ايه يطلعوا المركز الثاني او الثالث، ما عندناش مشكله، لا خالص. ما بيفكروش غير كيفيه الفوز بالثلاث نقاط علشان نستعيد الصداره في الدوري العام، وكيفيه الفوز بالثلاث نقاط في البطوله الافريقيه علشان نصعد كاول لهذه المجموعه. هو ده اللي بيفكر فيه لعيبه النادي الاهلي. عندنا مباراه صعبه جدا 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 في البطوله الافريقيه في الاسبوع القادم، اعتقد يوم 8 مارس هتبقى مباراه صعبه ومباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. عندنا قبلها مباراه في الدوري العام المصري مع بتروجيت، بتروجيت اللي فايق، اللي بيعمل شغل كويس جدا مع الكابتن محمد عوده، اللي خد 10 نقاط من 13 نقطه منذ تولي الكابتن محمد عوده الاداره الفنيه، وبالتالي عندك مباراه صعبه في الدوري ومباراه صعبه في البطوله الافريقيه. هتوازن الامور ازاي؟ هتعمل ايه هنا وهتعمل ايه هنا؟ هل هتلعب بنفس التشكيل هنا وهتلعب بنفس التشكيل هنا؟ هتعمل ايه كمدير فني؟ اشياء كثيره جدا جدا بيفكر فيها مارتن لاسارتي خلال هذه الفتره. ادى راحه للعيبه امبارح والنهارده، وان شاء الله بكره هيبقى في تمرين الصبح للنادي الاهلي، وهتتوالى بقى التمارين خلال الفتره اللي جايه وترجع، بس ادى لهم الناس تشم نفسها شويه، اللعيبه تشم نفسها شويه. لان الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا جدا جدا. فعشان كده دايما انا بقول لحضراتكم خدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم، الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا على النادي الاهلي، فتره صعبه، لان هنخش بقى في مواضيع هتعرف الحقيقه منين. حاول تفتح دايما قناه النادي الاهلي وتتفرج على قناه النادي الاهلي. احنا لما يبقى في اي مشكله بنقولها لحضراتكم مباشره، لحضراتكم مباشره، وبالتالي على قد ما تقدروا افتحوا قناة النادي الأهلي واعرفوا أخبار فريقكم. كل الفرق الرياضية هتعرفوا أخبارها من خلال القناة، لأنه زي ما قلت لكم وزي ما دايما بقول لحضراتكم إن الفترة اللي جاية فترة الإشاعات، إشاعات طالعة من هنا ومش عارف مين عمل إيه ومين عمل إيه ومين عمل إيه، الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، خدوا بالكم من الكلام ده لأنه كلام مهم جدا.